بطولة دوري عمان لهذا الموسم صحار، هل من ردة فعل على ما قام به الشباب، على ما تمكن به الشباب من هز الشباك في توقيت باكر جدا مع بداية هذه المباراة. هنا الخطأ الذي يحتسب على ياسر نجم الدين من خلال الكرة الماضية، خطأ إذن لصالح سحار معتصم الشبل الذي كان في التوغل في اللقطة الماضية، وعملية الدفع التي كانت من جانب ياسر أولى ولحظات جس النبض من خلال هذه المباراة التي لم يترك لها أرنست أي مجال بالتأكيد بإحراز الهدف الأول. كرة أو إلى ما قبل هذه الجولة تحديدا، كرة مامية من جانب الكحالي هنا في منتصف الملعب، الكرات خذوهات لا تصل إلى سعيد عبيد، المحاصر من جانب شوق السعدي ومن جانب ياسر نجم الدين، تدارك الموقف بالنسبة للجانب الدفاعي من جانب صحار. هنا الكرة، محاولة المرور، إعادة الكرة للوراء، إرسال كرة في أقصى اليمين لمعتصم الشبلي، لكن بعد ذلك الكرة تبعد من أمام، عادت لمحسن جوهر، افتكاك الكرة من جانب ياسر نجم الدين من خلال هذه الجولة. مسقط الذي يتمكن من كسب التعادل، كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لصالح سحار، أمامي هذه الكرة، محاولة في منتصف الملعب، لكن بعد ذلك كرة تبعد. واحد إلى أحد الآن هذه النتيجة، نتحدث عن العروبة ونقيس بدون أيضا لكلا الفريقين ظفار والنهضة أيضا بهدف لكلا الفريقين، هدفين لكلا الفريقين، وهنا صحار على تنفيذ الكرة القادمة أمامية داخل منطقة الجزاء، محاولة لكن تبعد الكرة. بعد ذلك الشباب الذي يمتلك 6 نقاط لا زالت تبقي هذا الفريق في المركز 11، إذا ما استمرت النتيجة على هذه الوضعية الشباب يقفز إلى من المناطق البعيدة، لكن بعد ذلك كرة تعلو القائم وتعلو العارضة لتذهب إلى ركلة مرمى، خطأ آخر، افتكاك الكرة الماضية أعتقد ردة فعل لابد أن تكون من جانب أريستيكا للوضعية التي يظهر عليه الكحالي في هذه المباراة، تصرف غريب جدا، تصرف عجيب جدا في اللقطة الماضية. فعل من جانب حارس المرمى الذي كان يشاهد الكرة وكان في يده أن يفعل الكثير من أجل أن لا يكون هناك هدف سهل جدا يدخل المرمى. من جانب الشباب تعود لسحار مرة أخرى معتصم، أولا في الكرة الماضية أحمد عمر مغربي في الجهة اليسرى أمامي هذه الكرة، لكن بعد ذلك الكرة تبعد. كوقت محتسب بدل ضايع يشير إليه الحكم الرابع في هذه المباراة هيثم العامري، كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، يرسل كرة أمامية في الجهة اليمنى لكن تبعد الكرة من جانب الدفاع. كرة تعود الكرة لصالح صحار هنا في منتصف الملعب، خطأ يشير إليه، لاحظ مع الكرة التي كان فيها المرور من جانب محسن جوهر، خطأ على مشارف منطقة على اعتبار أن إلى حد الآن لا مجال للضغوطات، لا يتعرض لأي ضغوطات، وبالتالي أن تسير المباراة على هذا كذا وضعية المباراة. نبقى مع 2:30 المتبقية على نهاية هذا اللقاء.
هنا في الخطوط الخلفية أمامية، الكرة مرسلة عادت في منتصف الملعب، محاولة المرور رأسي. الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الثاني، سنشاهد من خلال الأوقات القادمة الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع الذي سيشير إليه الحكم الرابع. في انتظار نتيجة مرباط بالتأكيد الذي إلى حد الآن لا زال يتفوق على صور، وبالتالي نعم صحار سيذهب إلى المركز الخامس بالتواجد والمناصفة مع نادي مسقط الذي يمتلك والآن أيضا 14 نقطة. كرة تعود البديل داود الكحالي، قد يخفف الكثير من وطأة الانتقادات عليه بعد هذه المباراة في أن سحاري يتفوق.